المباراة النهاردة كابتن إسلام، يمكن احنا كنا دايما بننتقد رمضان صبحي في عدم المحاولات على المرمى، كنت دايما هنا بنقول ان ايجابيات وسلبيات رمضان، ان السلبية حتى في مباراة الزمالك الأخيرة عمل مباراة كويسة جدا ولكن كان بيعيبه المحاولات على المرمى، وقلنا ان طريقة لعب فايلر المباراة اللي فاتت قلنا ان المهاجم الوهمي بتاعه بينزل يسقط لتحت اللي هو النهاردة مثلا مروان محسن. النهارده على فكره كان بيلعب 4-2-3-1 الطريقه المعتاده بتاعت النادي الاهلي، بينزل يسقط لتحت مروان محسن ويفضي المساحات للي جاي، ايه للي جاي من تحت زي رمضان صبحي. يعني لو شفنا الهدف هنلاقي نفس الكره حصلت بالظبط، مروان محسن نزل لتحت سحب معاه المدافع، سحب معاه المدافع وبالتالي لعبها للي جاي من ورا اللي هو رمضان صبحي. كنا دايما بننتقد رمضان ان انت لازم تزود عدد محاولاتك على المرمى، النهارده في ايجابيه من رمضان في كل شيء بصراحه، هو افضل لاعب في حتى في الرباعي الامامي. يعني النهارده بص حضرتك مروان نزل، نرجعها بس من اولها، هنبص نلاقي ان مروان سحب معاه المدافع، رجب نبيل ومحمود عزت ورمضان قطع حته ان الزياده جوه ال 18، ان الجناح بص رمضان فين، هو اللي بادئ الهجمه ومروان سحب معاه الاثنين المساكين بذكاء وفي مساحه خاليه وراهم في ظهرهم. أيوه. ده تكتيك من مدرب فايلر من اول ما جه، واضح ان هو عنده البصمه دي، عايز ان الجناح بتاعه يبقى هداف. دي حاجة مهمة جدا لرمضان صبحي. لو بصينا على أرقامه هنلاقي إن رمضان لعب 83 دقيقة، طبعا راح على الجون 3 محاولات وده رقم كويس بالنسبة لرمضان. إحنا قلنا دايما إن لازم تروح على الجون 3 محاولات، الثلاثة صح، الثلاثة أون تارجت 100%. رمضان كمان يمكن هو أكتر لاعب في الرباعي الأمامي هو اللي بيظهر لزمايله، بيستلم الكرة كتير جدا ودي حاجة مهمة. يعني دي ميزة عند رمضان وسلبية عند جرالدو. جرالدو سلبيته ان هو ما بيظهرش لزمايله، ما بيتحركش، عكس رمضان. رمضان اللعيبه بتدور عليه، بيلمس الكره كتير جدا. يعني هو رمضان اكتر لاعب لمس الكره في الرباعي الامامي، عامل 30 تمريره قصيره صح واثنين بس خطا. كمان بالنسبه للتمريرات الطوليه هو ثالث اكتر لاعب عامل تمريرات طوليه، 7 تمريرات. اكتر لاعب في الرباعي الامامي قطعا للكرات مش في المباراه ولكن في الرباعي الامامي تحديدا في الحته القدام 9 مرات، يعني عمل دور هجومي ودور دفاعي، عمل تمريرتين بس غلط من في التمريرات القصيره وعمل 7 تمريرات طوليه منهم 6 صح. فرمضان قدم مباراه كبيره جدا والنهارده يستحق تقييم عالي. كنا دايما بنقول ان سلبيه والايجابيه، لا النهارده رمضان قدم مباراه كبيره جدا، ممكن يكون في الشوط الثاني قل شويه ولكن المستوى البدني بتاعه الراجل لسه لاعب مباراه كامله قدام نادي الزمالك وهو اصبح لعيب اساسي عند فايلر، لعب الثلاث مباريات بشكل اساسي. انا كمان شايف ان تغيير رمضان صبحي مكان جيرالدو في اخر الشوط الاول وجهه نظري ان رمضان الحقيقه بقاله من ساعه وجود فايلر مع الفريق وهو بيدافع وبيهاجم بشكل كويس قوي، بيدافع وبيهاجم بشكل كويس قوي، وبالتالي شاف ان ناحيه الشمال لنادي سموحه متفوقه شويه او بيلعبوا عليها بشكل اكتر، فودى رمضان هناك علشان يدافع ويوقف، وده اللي حصل في اخر 10 دقائق. كان جابها قويه جدا فعلا. فده اللي حصل في اخر 10 دقائق في الشوط الاول، بعد كده رجعوا تاني مع الدوري. كان فيها الطرهوني واحمد فتوح وبعد كده بالزبط. نزل عليهم احمد جمال في الشوط الثاني. نزل عليهم محمد جمال في الشوط الثاني. فعمل ثلاثه، عمل مثلث قوي قوي كابتن حسام حسن كده. فهو كان بيودي فعلا رمضان عشان القدرات الدفاعيه ودايما عشان يوقفوا له كمان، هم عارفين ان هو بيروح ويرقص ويخش يعني فرده، يعني لعيب تقيل، يعني ان هي واقفه بوقفته على الكوره، لعيب تقيل جدا، مراوغات ناجحه، فيبدا كابتن حسام يعمل حذر عليه تحديدا يعني في حته السويتش اللي كانت بتحصل ما بين رمضان وجرالدو. فرمضان زي ما قلنا هو بيستحق اعلى تقييم النهارده. هو ما وقفش على الكوره النهارده. لا ما وقفش فلكن هو من ناحيه الوقوف على الكوره، من ناحيه ان انت بتظهر لزمايلك بشكل كويس في الرباعي الامامي، دي حاجه مهمه جدا يعني. لكن بالنسبه مثلا لجرالدو، جرالدو لو بصينا على ارقامه هنلاقي ان جرالدو في المهاره، خلينا ناخد الاول الافضل، يعني من الاعلى من افضل لاعب رمضان صبحي رقم 1 طبعا.